ربط لكلام إسراء، يعني طالما أنت خلاص بقت أسرة البي يبقى ما يقول أنا، يعني ما يشخصن المسألة، ينظر إلى هذه الأسرة وكيف تنشأ الأسرة دي في وضع مستقر ويهيئ لها للرجل وللمرأة وللأبناء حياة كريمة. الآن مسألة التعدد بقت موضة، وبقت موضة كيف؟ موضة لأنه التفاخر اللي قاله دكتور معاذ، التفاخر الحالات بتاعت التغير الاجتماعي والاقتصادي للبني آدم. يعني يكون في الأول ما عنده مثلا ما عنده صبرت معاه وما عارف حس بأنه شوية نضيف كده وعمل حاجات مش قال أي قروش خلاص هي القصة ما قروش مش إنك أنت عندك قروش وتقوم تعرس بها، إنه أنت قروش ربي بها أسرة أكرم بها مرتك اللي صبرت معاك سنينك الطويلة دي. مسألة التفاخر، مسألة إنه أنا والله أنا معرس ثلاثة ومعرس أربعة، ما أفتكر إنه دي ده فخري ليزول يعني. طب ممكن يكون فعلا ما مرتاح في الزوجية يا أستاذ طارق، مش ممكن يكون فعلا ما مرتاح، ما في إشكالات أصلا، ما في حياة زوجية خالية من مشاكل. أي زول عاوز هسه الليلة دي بكرة عقده ومفتكر انه حيعرس مره ما حتعمل مشكله ولا هو ما حيعمل لها مشكله ما يمشي يا سلام. ولا يعرف انت معانا في صفنا اللي جاي يا استاذ طارق. لا انا والله صف الحقيقه لا صح يعني كلام منطقي على طارق ده الحمد لله يعني ما هو في النهايه انت عندك الحق. طيب ما شاء الله عيني برده. عدد سنوات زواجك كم؟ شو انت بس عايز اعرفها بس انا قلت لها انا ما بديت معاك الموضوع قلت لها قلت لها انت برتب وعرستني ليه انا المره لا ما شاء الله عيني بارده عليكم. يعني احنا لنا 23 سنه ما شاء الله والحمد لله يعني مريتوا طبعا بمواقف ومراحل كثيره. 23 سنه دي الاولى ولا الثانيه؟ شنو يا دكتور؟ انا وين اختار اخر دكتور؟ ظاهر وظاهر علونا واحده ظاهر علو كيف يا شخصيات؟ ما لانه بيتكلم عن رفض التعدد. انا والله انا عندي اربع اولاد وكانه يخاف منها. انا عندي اربع اولاد كانه يخاف منها والله ماله. انا ذاتي لو خفت من مرتي ما في مشكله، هي ما بتخاف مني. لا لكن السلام عليكم يا استاذ طارق والله هيك تحيه اولاد تحيه استاذ. طيب انا لكن ده رجع للنقطه دي برضه، عايز اعرف شيخ ساتي قاعد 15 سنه مع زوجته الاولى وفكر انه يعدد ويتزوج الزوجه الثانيه. ما انا اسالك بطريقه شخصيه كده عن الاسباب وغيره، لكن كانت مقنعه وما كنت خايف من فكره العدل وكذا انك تعدل بيناتهم؟ هو حقيقه الواحد وده اللي بياخره شويه كان انه لازم يعرف كيف يعدل او كيف يجمع بين يعني 15 سنه دي تاخرت بين نيران نيران ثلاثه نعم هو ده يجمع بينهم. لابد انه يكون في البدايه يعرف ما له وما عليه، عشان كده بعد ما الانسان فهم الحاجه اللي عليه والحمد لله من زوجته الزوجه الاولى كانت سنه 85 والزوجه الثانيه سنه 2000 والثالثه سنه 2007 ايوه. لكن انا بقول يعني خلاف كلامك اللي قلته انت الاستقرار ما حصل وما شعرت بحلاوه الاستقرار الا بعد المره الثانيه والثالثه. طيب انت تجارب بتختلف يا شخصيات؟ لا الاستقرار ما حسيته مع الاولى حسيته مع الثانيه ولا زياده حياتك الاستقرار حسيته في شنو؟ طيب يعني من ناحيه ماديه من ناحيه عقليه من ناحيه نفسيه من ناحيه علميه. كلمتها سنه 2000 لما جيت تتزوج كلمتها؟ الغريبه كلمتها وريتها. ردها كان شنو؟ بصراحه رداشه ما يعني هي لازم تاخذ لا بكيه ولازم تاخذ بيها لكن في النهايه كان في طرديه والتفاصيل حتى يعني بعد ذاك حتى عندي بناتي مشوا معي يعني حتى تم معي مثلا الموضوع بتاع الزواج اللي المره الثانيه ايوه. والحياه الحمد لله انها هي مشت يعني مشت الحياه صارت لكن يعني المساله هي نحن ما دارين نناقشها مساله تجارب. نعم احنا عايزين نسلم احنا مفترض نناقش عامه. نحن حتى يا شيخ ساتي في ناس بيتابعونا معددين هم متزوجين زوجتين وثلاثه ولكن يعني هو مرتاح خالص الزوجي ده لان المشاكل بتكون طول اليوم مع زوجته واهلها وزوجته الثانيه واهلها وغيرها. حنعرف منك سر الفكره دي في الاستقرار انك انت استقررت بعد ما بقى عندك الثلاثه زوجات. بس بستاذنكم بستاذنك في فاصل حنمشي عشان نجي ناخذ منك الكلام كده بارتياح ان شاء الله. نمشي فاصل مع بعض. اهلا من جديد ولسه متواصلين معكم مشاهدينا في كل مكان برنامج بصراحه اكثر وموضوع حلقتنا اليوم اكثر من زوجه او هو شعار عند بعض الرجال زوجه واحده لا تكفي والبعض الاخر مقتنع ومكتفي بزوجه واحده ما بين مؤيد ومعارض شيخ ساتي. ونحن بدينا يعني نتكلم عن انه يعني كلمت الزوجه الاولى وما كان في مشكله واخذت زعلتها عادي وتزوجتها ويعني تصريحك ذاته يمكن يكون يعني مهم في انه انت والله ما حسيت بالاستغلال لما تزوجت الزوجه الثانيه والثالثه.
نعم حسيتوا في شنو يعني انت رتبت حياتهم كل واحدة رتبت حياتها مثلا نعم هي اصلا هي من المسائل التعدد لابد الناس يعرف انه فيه حقائق ويعرف انه فيه اخطاء ممكن تحصل ويعرف انه فيه دوافع بالنسبه لهذا التعدد هو بيعرف انه في عوامل ممكن تقيف مع التعدد او عكس التعدد مع الزوجه الواحده او مع او عكس الزوجه الواحده يعني اسمع من استاذ واستاذه ايوه يهجموا لي التعدد في ناس مجموعه هتكون معاهم ايوه فالموضوع بحث كبير هو الموضوع بحث كبير والله سبحانه وتعالى حينما اجازه للناس وحينما امر به الله سبحانه وتعالى جعله للاستقرار وجعله للحياه فقد يكون الانسان نعم عنده زوجته الواحده وقايمه بواجبها تمام كما قالت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ولما نقول حياه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لنا ما هي مثال فقد تكون نعم هو الانسان الشافه عندي عايز عين واحده ثانيه ما لقى الجمال لقى السعاده لقى الاستقرار لقى الراحه عايز يزيد من النعم دي من نعم الله سبحانه وتعالى عليه ولا بر ثاني لكن اني عندي ما يا بحد اربع انت الاربع ذات اربع خلاص بعد ذاك لا ما حد ما حد اربع اربع انا وفي تفريغ لي انا وفي اشياء كثيره ما خلاص بعد ذاك حتى لو بدار يغير ما في مشكله لكن الشريعه الاسلاميه تقول حد اربعه بدون اهداف وبدون يعني خطه واضحه للكلام الاول من الاول شنو هو يعني الاول كل يعرف الشخص زياده النسل مثلا في ناس بيكون عايزين مثلا واحده عيال ايوه نحن الان ما قاعد ننظر لزياده النسل ولذلك يمكن يكون عندنا الشعب السوداني من اقل الشعوب الان بنلقاها مثلا وفي اللي بيبحث عن الرزق بالزواج يقول لك كل طفل بيجي بيرزقه مثلا كل حياته التمس الغنى في النكاح لكن هو بس المهم هو التزام السنه واشباع الغريزه ما قال الدكتور قبيل قال الشخص دي بس يا شيخ غادي يكون دي بس هي دي ما في غيرها الشريعه الاسلاميه لما قالت التعدد انت بس مركز عليها انت قبيل حددت لانه شوفت الاولاد والابناء 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 عن زياده الرزق وانتفاع في النهايه الاولويه زي ما قال هو ما في اشكاليه الشريعه الاسلاميه حقيقه ما وضعت يعني قالت الا يكون الحاجه الفلانيه ايوه ما قال هي بس مفتوحه ومجازه مفتوحه ومجازه للرجال بشرط عدم الظلم بشرط انه لازم شنو؟ طيب عدم الظلم ذاته حنجيك في محور طويل كده عشان نشوف لانه فيه ضوابط لكن كلمه عدل يعني العدل هذا كده سلامه يا استاذ طارق كلامه ده مقنع بالنسبه لي والله ما سهل ما سهل يا شيخ ما سهل يا شيخ العدل يا مولانا زين يعدل الانسان يظلم نفسه الانسان يخشى من ظلم نفسه ومن ظلمه لنفسه طيب طيب لما نتكلم عن العدل يا شيخ سعد العدل ده يعني العدل في توزيع الايام في توزيع الـ 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 الرزق اللي هو مصروف شهري مثلا العدل في العدل حتى في يعني المواصله مع العيال نفسهم مثلا زوج الاولى جابت ثلاثه زوج الثانيه اربعه زوج الثالثه مثلا اثنين هم اصلا كله عندهم حق عليك طبعا هو العدل اصلا في انه وجوده مع الزوجه يعني اذا كان عنده واحده طبعا بكل عن الاسبوع اثنين حيتقسموا الاسبوع ثلاثه حيتقسموا الاسبوع اربعه حيتقسموا الاسبوع وبالذات يكون الا اذا كانت هي اشترطت او اشترط عليها ده بقودنا لزواج ثاني زمان كان اشتغلوا عنه الناس تكلموا عنه زواج يسار او زواج بسيار فلو تنازلت من عندها من بعض الحقوق عندها فما في اشكاليه العدل في انه يبيت معاه العدل انه يبيت مع دي في المبيت لكن طبعا في النهار ما اليوم حقه اصلا ايوه العدل في انه يصرف على دي يصرف على دي لازم يصرف حتى لو واحده طلبت في حاجه ناقصه لازم تجيب للثلاثه لا ما على حسب هنا الاحتياج لا ما هي لا ما اذا كانت ناقصه او حصل ظرف يعني مثلا واحده يا دي من الحاجات اللي ما فيها العدل لما هي حصل الظرف دي ما في الدين حصل الظرف دي حاجات من لكن الزوج الثاني والثالثه ما بتعرف انه والله انت جبت فريزر مثلا ولا جبت ثلاجه لزوجي انا عندي 10 اطفال عندي 7 اطفال وعندي 3 اطفال انت مصرف على زي ما اذا واحده جا حرام يسرق بدون ايوه انا داري ممكن يشتري يشتري حتاخذ اللي حصل لها نقص يشتري النقص دي وديك اذا حصل لها نقص برضه لازم تجيب ليها لكن اذا جت مناسبه عامه جا العيد يقصد 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 نعم جابها دي مثلا مصاريف ليها خاصه نفس المصاريف يعني ده رايك يا شيخ ولا ده لك على الشرع من ناحيه شرعيه من ناحيه شرعيه انك من ناحيه شرعيه انت تصرف على كل زول قدر احتياجه قدر احتياجه نعم هي بتتكلم عن عدد الاطفال لو واحده عندها سبعه والثانيه عندها ثلاثه اطفال طيب ما دي بتصرف على قدر السبعه بتصرف على قدر الثلاثه ما هو ده المقصود كده دي تزيد عيالها تبقى فالحه مش كده استاذ طارق طيب الناحيه القانونيه ممكن تجيك زوجه اولى تقول لك والله يا اخي انا زوجي ده زوجك هنا اقدر اطلق القانون ممكن يجيب في صف واحده مثلا زي دي حتى لو زوجها ما مقصر معاه في كل شيء
وطبعا ده برضه حق من الحقوق يعني انها تطلب الطلاق يعني وعندها اسبابه والطلاق عنده اسبابه يعني من ناحيه ده من ناحيه شرعيه بغير لا من ناحيه قانونيه لا يعني من ناحيه يعني عندها اسباب للتطليق عندها اي نعم عندها قانونا وشرعا انه هو عايز يزوج فيها كثيره الاسباب كثيره لكن كده احنا خلونا في الزواج اول حاجه نحن نتكلم عن انه المسألة نحن ما دايرين هي نتعامل معها كظاهرة نحن دايرين نرفضها أو دايرين ننتهي منها نحن دايرين نأسس لها إنها تقوم بشكل صحيح يعني إذا أنت أردت التعدد أعرف أحكامه أعرف شروطه أعرف الضوابط بتاعته يعني القصة ما تبقى يعني إبراز فحولة ولا إبراز قدرة مالية ولا مادية في ولا غيره زوجه التمام نحن من الزواج الأول ده عندنا اشتراطات عندنا تكافؤ صح؟ أحيانا الزواج الأول ذاته قد يكون محرم مش كده؟ قد يكون زواج الرجل من زواج المرأة الأولى قد يكون محرم أيوه يقع محرم قد يكون مكروه قد يكون واجب قد يكون مفروض بالضبط ونفس هذه الأحكام قد تكون في المرأة الثانية منطبقة في بقية نعم. الحاجات نعم. فيبقى التأسيس لأنه نحن دارين نأسس لفهم أنت كيف تتزوج ومنو المفروض يتزوج إحنا لو بيدنا نعمل تحري للشخص الداير يتزوج أولا والداير يتزوج ثانيا وثالثا ورابعا هل انت قادر وكف على اداره حياه واسره ولا انت داير تتنظر تتزوج وخلاص يعني ما ممكن انا ارضي غرائزي عشان اذي اخرين صارق للاسف في النوع اللي عايز يتزوج الزوجه الثانيه وزوجه الاولى ما فارقه معه اذا هي قاعده في عصمته او لا يعني ما يعني بخش بيدخل بالفهم ده شنو المشكله انها هي ما نابعه معاك ده ذاته من البدايه كان زواجه ليها خطا يبقى ما في تكافؤ التكافؤ ذاته المطلوب ما توجد في الزواج الاول ما بيبقى مبرر انك انت تعدد لانه انت اصلا ممكن تكون ما كفء الى الثانيه والثالثه وتخلق مجموعه من الاسر فيها اشكالات كثيره جدا اشكالات نفسيه واشكالات اجتماعيه واشكالات اقتصاديه صحيح يبقى نحن نتكلم عن انه يا اخواننا التكافؤ ذاته بين الزوجه انا متزوج لي 23 سنه يعني زوجتي تقريبا قدري او اقل مني بسنتين ثلاثه يعني طيب انا هسه امشي اتزوج لي واحده عمرها 18 سنه تمام ما تمام والله ما دي فرضيه سايه هو فرضيه يعني ما هو ده اللي بيحصل هو مش دي فرضيه يعني ده حاصل هسه طيب ممكن يجيك اصحابك زملائك مثلا يجيك يقول لك انا وين العدل كده يعني هسه انا حقعد اسبوع مع ال 18 ولا حقعد مع ام كم الله يجاوب لك على شخص 60 يعني هم اصلا بعدك التقسيم ما بيجي عندها 7 ايام اذا كان وعندها 3 يوم اذا كان السيد بعدك تقسم ليها زي وزي الكبيرة شرع الإسلام ما قد صغيرة حل لك ما أنا بقسم يوم دي ويوم دي ها طيب ما هو ده الكلام ما وراء التقسيم ما وراء الشريعة لا ولا تميل كل الميل فتضرها كان معلق عشان كده الرجوع دائما الشريعة والدين دائما بيحل كثير مشكلات لكن ده عايز أعرف رأيك أنت يعني من الناحية القانونية لو جاك صاحبك في نفس الظروف دي وقام قال لك أنا عايز أتزوج مثلا يعني أسامة مثلا صاحبك زوجي إسراء بس عايز تضرب لي واحنا سبناك الفاصل مش كده ايوه اخصائيه نفسيه واجتماعيه كمان بتمنطق الحكايه فنصيحتك له بتكون شنو؟ بتشوف انه دي حريه شخصيه بالنسبه له؟ طبعا كل زول عنده تقديرات وعنده اسبابه يعني نحن ما بنقول والله الناس ما تعرس انت عندك اسباب اذا بقت الاسباب منطقيه وانت عندك القدره على العدل وعلى انك انت تتزوج المره الثانيه لكن كل الاسباب بيقدر يقولها ما خلاص اذا اسباب ما بتبقى رسمة الرجل ما يقدر يقول والحقيقه اللي بيمشي كمان يشكي من مرته الاولى احسن يزوج قبل ما يشكي الصحيح ما يدو لو قال مرتي طبيعه كده وفيها كذا وفيها ما يدو زوجة ثانية الا عيوبه الصحيح يموت كمد بعيوبه ديل لكن الله ده فرصه ثانيه هو لكن ما ممكن تكون كل الاسباب انه انا مرتي الاولى فيها عيب يعني كمان ده المجتمع دائما المشكله انا ما عندي اسباب دكتور معاذ يبين نتكلم عن اسباب كثيره جدا المجتمع لكن دائما بينظر للزوجه الاولى انه انت فيك عيب انت عشان كده زوجك يتزوج فيك المجتمع ومفاهيم المجتمع دي انه فكره الزواج انا قاعد اتكلم عن الغرائز انتوا هسه بتتكلموا من ناحيه الرجل والمراه المراه هل قاعدين نتكلم عنها كثير ولا بس الرجل خاتين المشكله انا اتكلم عن المفاهيم الاثنين يعني لو اخذنا النواحي النفسيه والعقليه ربنا عبر الانسان غرائز لكن الغرائز دي ما خلاها له ساكت تداو قوانين تعلم لازم تكون يعني الخوف غريزه عندها كابح الخوف غريزه لكن من ماذا اخاف؟ في ناس بياكلوا الفار وفي ناس بيخافوا من الفار يبقى التعلم بيلعب دور كبير جدا في توجيه الغرائز عشان كده انا قبل كنت بيتكلم عن قبول الزوجه الثانيه بالنسبه للمراه هل هي غريزه ام مهارات اكتساب من البيئه مش كده؟
طيب الرجل ربنا حباه الغريزه بتاعت يعني ما كان فارهي تاكل وسعين لاحد. ما هو ابو حيان التوحيدي لما سالوه عن النفس البشريه قال هي نظم التعلم لتوافق الجسد مع البيئه، اذا صلحت نظم التعلم صلح الجسد في البيئه، اذا اخفقت نظم التعلم اخفق الجسد في البيئه. استاذه اسراء اتكلمت عن البيئه كثير وعن مفهوم زوجي وليه عرس وما بقبله، ودي كلها انا بفتكرها اساليب من البيئه، من التنشئه والمفاهيم المتراكمه اللي زرعت فينا اخاف من شنو ولا ازعل من شنو. بقينا مهيئين وبقينا قاعدين لا بالمرصاد، بقت في العقل الباطن قاعده بالمرصاد. لكن ده ما معناته انا اقول للرجل لما نيجي يعدد برضه انا قاعد اقول يخط الميزان بتاعه قبل الزواج. وبيل انا اتكلمت عن الزواج اذا بيخلق مشكله بضر اسره يبقى الزواج ده ما عنده معنى اصلا، ما هو شرع بيخلق مشكله هو مع الزوجه الاولى ولا بيخلق مشكله كيف؟ ما هو ما بس الزوجه حتى الاطفال مشكله في الاسره ما زال بيئه كبيره. يعني لانه الانسان بطبيعته الانسان ما الرجال، الانسان بطبيعته اناني يحب التملك صح. امراه امر لازم تكون دقيق مع انا ما داري اتكلم بالعلميه عشان اكون محايد للكل. ايوه الانسان بطبيعته الانانيه وحب التملك، المراه عايز تمتلك صحيح، الاطفال عايزين يمتلكوا ابوهم. بابا ده حيبيت برا، بابا ده يقعد مع الناس ديلك ليه؟ حتى لو بيجوا اي ناس ثانيه ممكن يغيروا. يبقى هنا الحكمه في انك انت توازن الاشياء كيف؟ تدرس الاشياء بدون ما يحدث ضرر. عشان احنا ما حنتدخل في الشرع نقول والله الشرع يعني لو قدر وازن يزوج. ايوه هما قبل ما يتزوج بيكون شايف نفسه حيوازن، لكن الكلام بعد الزواج يوازن. أيوه. نعم بعد ذاك قبيل هي تكلمت عن العدل، انا بقول العدل في انك تدي وفق الاحتياج، ما لازم 100 100، اذا دي عندها 2 وديك عندها 5 ما ممكن 100 100 ما تبقى ده بعدل، لانه المنصرف ما واحد مش كده؟ يبقى العدل في الاكتفاء، العدل في الاكتفاء. الاكتفاء لكن على حسب وعي الزوجات كمان مش كده؟ يعني الزوج الثاني لما تعرف انه والله دي بتشيل مثلا مصروف 1000 جنيه وهي بتشيل نص المبلغ. انت معانا في الوعي ده اللي احنا معاه. بنتكلم عن انه هل النساء هم فعلا واعيات بالحق؟ يعني انا ممكن مثلا الزوج الثاني هي تقول ليه انا حتى لو عندي طفل انا برضه محتاجه ممكن اوفر ممكن اتصرف. ما هنا دي بتدخل فيها الغيره، ما بيدخل فيها الوعي. الغيره بيجي بعد كده حكمه الزوج في خلاص مشكله. في نوع من الرجال شايفين نفسهم حل المشاكل كلها في انه في مشكله عنوس عند البنات وانهم يزوجوا عدد كبير وغيره عشان والله انا لاقوني زي دي شايفين انه حل المشكله يعني في لكن انت 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 اول حاجه تفكر في انك انت داير تسهم. هو حقيقه لما شرع الزواج اكيد معالجه لكثير من المشكلات. ايوه يعني في مجتمعات يعني انا بقول في الثوره الصناعيه لما اوروبا ماتوا فيها كثيرين بتاع جمدوا القانون بتاع الكنائس. كان الزواج في المسيحيه شرع وبتاع، بقى بعد ذاك في الجيل فريند والبوي فريند عايزين انجاب. كانت الظروف فرضت نفسها. طيب الاسلام حل المشكله دي اذا في نقص التعدد بحل المشكله، لانه قوه الشعوب في عددها، التعداد قوة. يعني انت مع ولا يعني انا محايد، انا محايد في الكل. انت قلت يعني ما اديتك الراي، انا عايز اعرف الاراي، انا عايز اعرف المؤيد والمعارض وكل شخص يوضح وجهة نظره. الشرع ده بيسنده علم لكن كمان الشرع برضه انت شايف انه تعدد الرجال او الرجال لما يعددوا كذا وحده كده بيحلوا مشكله الجلوس في ضرورات. انا ما بقول الفرق عليه بالحكم، لانه اصلا ربنا سبحانه وتعالى جعل في الولاده النساء اكثر اصلا من زمن ادم عليه السلام. يعني من زمان القصه دي انه النساء اكثر اصلا، يعني دي ما بتحل، لانه كل ما اتزوج واحد تزيد العلو وفي يعني تزيد النساء. ومن علامات الساعه اصلا كتاب من علامات الساعه يكونوا 50 قد مع رجل واحد، 50 امراه لها قيم واحد تاكلهم ويشربهم مع 50 واحد. طيب ما خلاص دي فرصه كويسه، ولذلك دي ما هو انا بقول شنو، انا بقول ما هو حل. ايوه يعني ما هو حل الا اذا كان، لكن ممكن يكون سبب هو الرجل سبب. نعم يعني عزقنا بالزوجه الاولى. نعم قد يكون، نعم في بعض البنات محتاجات لزوج، عندها الوالد عندها الاخ، لكن الزوج مكانته ما زي مكانه الاب ولا بحل الاخ ولا بحل الابن. صحيح. فلا بد ان نعيل الله كمان من ناحيه نفسيه في نعيل الثاني من ناحيه نفسيه. لا بالنسبه شريك شريك حياه حقيقه يعني. طيب. هي أيوة. عندها ربع راجل ولا كمان عندها راجل؟
طيب ده بالنسبه ل... عشان كده قلت لك ده بالنسبه للثانيه. طيب الاولى ذنب عشان عندها راجل كامل عشان قسم الربع عشان مش ثاني انقسم منه شويه مش كده يا اسراء؟ انا بس في حاجه قبل ما ارد عليك عايزه اوضحها لدكتور معاذ في كلامي يمكن انا ما خلصت كلامي. انا مثلا رفضي انه زوجي ما ممكن اقبل انه يتزوج فيني ده ما موضوع شخصي ده موضوع بالنسبه لي تتكلم بلسان كثير من السيدات لا ده موضوع حالات مش سيدات حالات أيوه. تمام انا بالنسبه لي حاسه بانه انا موفره كل المفترض يتوفر تمام وحاسه بانه انا دخلت حتى لما انا جيت اتزوج او كثير من النساء لما قرروا فكره الزواج ما كان بالنسبه لهم الزوج ده لانه عنده قروش ولا لانه وصل عمر معين ولا ولا كان الخيار الوحيد لا انا بالنسبه لي الزوج ده انا اللي جيت فيه هو المواصفات اللي انا محتاجه اعيشها في حياتي استقراري اختيارك من السكن البداية. والموده والرحمه وال... وانا ما عندي انا ما عندي استعداد اتحمل اذا كان اليوم 24 ساعه الناس دي بتجي بالليل تقعد معاك زي ساعتين انا ما عندي استعداد اذا كان في الشهر بقبل بيومين باعتباره انه موجود في البيت كويس باستثناء الجمع والعطلات الرسميه ما عندي استعداد اليومين ذات يبدا اليوم ما بقدر ما بقدر لاسباب كثيره لانه انا ما بقدر ادي دوره كزوج انا ما بقدر اكون ابو انا ما بقدر اكون زوج انا ما عندي استعداد نفسي وما مش خالص يعني هو حيجي لا ما هو يا لا يا رشا هو حيجي لكن حيجي حيكون في الحظات غياب اول حيكون في غياب حيكون في غياب وفي فجوه داخل الاسره الكلام ده كبير يتكلم عنه استاذ طارق مساله الزواج في حالات في حالات يعني هو في حالات بيقبلوا وبيربوا عياله ما احسن تربيه يعني وقلت كمان في ناس كثير حالتهم ممكن يكون زي حالتي دي يعني الراي ده ما راي شخصي بس طيب لما تجيك واحده في العياده تقول لك والله يا اخي انا مشكلتي كده وعايزه اتطلق لانه الراجل ده عايز يتزوج شوفي يا رشا بتقولي لها شو انت مجرد انه انا زوجي ده يتزوج فيني وانا عايزه اتطلق اذا انت بتقدري هو بعد بيجي في حالتين هل انا بقدر اعيش الحياه دي كويس انت بتساليها يعني ولا حتقولي لها شو ايوه ما هل انت بتقدري تعيشي معاه بشكل الحاجه دي او هل انت هقول لك لا لكن لو فكرتي ما في الحل بتلقي لا هي شوف في حاجه يا شيخ انا في حاجه في حاجه في نقطه يعني وسط الحاجات شيخ ساتي كده لا لا ما كده انا معلش رد لك على سؤالك هي جات سالتني انا هنا بشوف حلين انا ما عندي امكانيات هي حياتها معاه وحياتها بدونه تقبل باقل الخسائر ايوه ده المنطق والعقل والذكاء بيقول كده تمام اقل الخسائر ما شخصيه يا رشا انا احنا بنتكلم عن اسره بنتكلم عن اطفال بنتكلم عن بيت بنتكلم حتى عن علاقات اجتماعيه كويس الحاجات دي كلها بتاثر في الاسره لكن خليني هو سي قال انه انا ححل معاه مشاكلها في مشاكل يعني ما قاعد تتحل في الزواج قصده انه تساعديه ما في مشكله ما بتتحل في الزواج لكن نحن ما عندنا ثقافه اصلا نحل مشاكل لا انت يا استاذ اسراء لو جيتي واحده جات قالت لك زوجي ده يتزوج فيني رايك شنو جيتي قلت لها انت حتقدر على الوضع الجديد ده طوالي هي رد حتقول لك لا الوضع الجديد ده ما انا ما بتكلم يا رشا كزول اخصائيه بتكلم بس السؤال بيكون بالشكل ده لا احنا بنمسك الحاجات واحده واحده هل مثلا اذا كان ما موجود هل انت لو عشتي مع اهلك اذا جاتك واحده قالت لك طيب انا جاني راجل متزوج وما عنده اي مشكله في مرته وما بجيب سيرتها نعم. وعايز يتزوجها هي تانية جاياك انها هي تانية يعني وزوجها ده ما عنده اي مشكله مع زوجته وما حكى لها عنها وما جاب سيرته وعايز يتزوجها او هي كان المفروض تكون الاولى والظروف جابتها مثلا يعني التانية. ما عارفه يعني يتزوج وما وراها انه اصلا متزوج متزوج وعارفاه ومتزوج ومستقر هنا يعني بتنصح لانه بتنصح زوجي تاني انها تتزوج زوجي تاني بتنصحي انها تتزوج ما مفترض زوجة ثانية معلش انا السؤال ما فهمته زوجة ثانية بتنصحها انها هي تواصل في طريقه يعني شابه داخله لها على زواج من راجل متزوج ما هو شوفي اذا كان اولى او ثانيه او ثالثه او رابعه الواقع اللي هي عايشته ده وتاثيره على اولادها وتاثيره على الاخر بعدين زي هو اسي بقبل ناس بتتكلم بتقول عدل بس عدل بس عدل يا اخي فكره العدل دي زادة يعني مجرد انه الزول طيب. يقف فيها يعني مشكله كبيره ما بحسبها بس عدل حتى لو انا مثلا قبل ما يتكلموا عن مسألة العدل ده ما هم الرجال قالوا خلاص بيقدروا على موضوع العدل ما بيصدق على العدل يا رشا عشان تكون في مشكله بعد هي يعني واحدة لانه ماسكه في موضوع العدل لا واحده انت ما تقدر تعدل فيها ليه لانه طيب نفسها ما نحن اخذنا زمن اخذنا زمن وتكلمنا عن الاولى انا عايز اعرف الثانيه دي برضو عندها ظروف بتحكمها ممكن يعني 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 الفكره بتاعت المراه الاولى هي ما قبلها لكن البيت لما يخطبوها هي الزوجه الثانيه بتقبل بتقبل ايوه يعني ممكن تكون هي الاراضي كلها وهي على اساس انها الاولى معلش اسالك سؤال انت يا رشا
حسب ثقافتك وتعاملك مع الاخر، اي وحده تقبل انها تتزوج راجل المرأة؟ بيتزوجوا، انا ما شايف في عندهم مشكله. اي وحده يعني ثقافه برضه لا ما اي وحده ايوه لا ما اي وحده يعني ما كان ما اي وحده طيب مين اللي بيطرد تتزوج راجل هسه اجيب له هسه ما كان مين اللي بيطرد تتزوج راجل انا شخصيا حسب الحاجه اللي انا شايفاه اللي امكانيات ماديه يعني المساله قروش يبقى شنو يبقى انا بحل حلبه مشاكلي وما اصول عدل ودي المشكله عشان كده عدم العدل في الماده اصلا اغلب اتفقت يعني خلاص اخيرا بهاي ما بس الماده انا بتكلم عن السلوك والتعامل لا ولا انا انت عندك مشكله في البيت الاول مشاكل البيت الثاني يعني مستحيل انت تتجرد يعني تجرد انك تدخل تمشي تقنع زوجها الليله اني عارف على حسب زوجي افكار نفسي افكاري افكار نفسي افكاري محتاجه لاخت معاه محتاجه انه تنظر لاخواتها ما متزوجات يا سلام في بعض البنات ما متزوجات ليش دارين نمشي للزوج الثاني دي شويه شابه دي فعلا زي ما بيقول شخصاتي يعني في ظروف برضه محيطه بها سواء كان وضع مادي او عمر معين او ضغوطات حاصله لان هي مثلا تتزوج او اي حاجه ما هي الزوجه الثانيه ما داخله اصلا في البرنامج يعني يعني هي ما عندها التزام ما عندها التزام مع زول يعني هي ما حتتطلق من راجل عشان تجي تعرس راجل ثاني لكن ممكن هي اصلا على اسره وحياه ايوه هاي معلومه تقبل ما في مشكله ولا عيب ولا حرام ولا اي حاجه اذا اصلا هو الرجل مش لكن بعدك اخلاقيا ممكن يعني لما تجيب اولاد بعدك بتكتشف هو شوف ما اصلا برضو انا بتكلم عن وانا بتكلم عن اطار اسره ما بشخصن الحاجات ولا تبقى فرديه ايوه ان انا ذاتي بضمن مرتي الاولى دي يعني انا لما اقول والله اجيب اولاد انا بضمن التوافق ده بين الزوجتين ده هو لازم يحصل توافق بين الزوجتين لازم يحصل توافق ما بين كل واحده بتكون يا اولاد أيوة. اولاد الاولى واولاد الثانيه ما لابد يعني ممكن يكون دي حياته تعيش لحاله بعد ما يكبروا العيال مصير ان شاء الله تتغير والاخوان والاخوان حتى الاخوان يعيشوا مع بعض يعني الان خلينا انت بتخليه على البركه يا شيخ ساكين خليك على البركه انا ابوي الله يرحمه متزوج ثلاثه ما شاء الله والان نحن يعني اولادنا اولادنا ما يعرفوا دود منه من النساء ودود منه من النساء اي لكن حالة واحدة هذا كلام في حقبه زمانيه مختلفه والناس نفوسها متراضيه لكن لو احنا اجتمعنا حاليا حاليا الاولاد حيكونوا دي نفسك يا شيخ احنا عايزين زي ما قلنا دارين الموضوع ده يعني انت شايف لو واحد عدت بين زوجاته كل واحده تكون حياتها منفصله عن الثانيه ما شرط تصاحبوا ما شرط يكونوا مع بعض ما شرط ما هسه ما شرط معلش خلوا لما العيال يكبروا حتى الغباين تهدى حتى بقيت للنهايه ما في اشكاليه يا شيخ انت بتضمن نفسك حتى لو تقاطعوا تماما بتضمن نفسك اولادك بس عليك الله السؤال ده كده ما الاولاد انت ما عارفين ضامن نفسك كويس وضامن امكانيات عدلك وضامن كل شيء في حياتك مش مخفيه يعني ما تكون متسوسه ما مخفيه لكن ما بتلعبوا يعني شنو ممكن الاولاد بتلعبوا لكن كنساء يعني ما في حاجه اسمها الاولاد لكن في الظروف لازم تلاقوا في الثلاثه يعني مثلا حصلت ظروف لاسرتك مثلا الثلاثه لازم يجوا سافرنا سوا الثلاثة؟ مشينا عمره مشينا سوا قاعدين زوجاتك الثلاثة الأولاد ديل حيكبروا بنفس المنهج؟ أنت تضمن الشيء ده؟ إنه الأولاد ديل من زوجاتك الثلاثة حيكبروا بنفس المنهج؟ المسألة مسألة التعليم والمسألة مسألة الثقافة زي البرنامج زي ده احنا دايرين يكون فيه شنو الناس يعرفوا إنه في كيفية التعامل مع المرأة أيوه عشان كده بسألك من الأولاد هو رفيدتك لأولادك هو اللي بيخلق العلاقة بينهم نعم هو اللي بيربط يعني مشاد عمره سكتهم الثلاثة زوجات بالعيال كلهم أيوه وما في مشكله يعني هسه ممكن يمشوا معي يدير يمشوا معي لدير ما في اشكاليه لكن زي ما قال انا قبل ما دارين كل واحد حياته منفصله ما عايزينها تكون حاجه شخصيه عشان ما تبقى تجربتي انا صحيح ايوه نحن عايزينها تكون هذا العمل تجربتك ناجحه عشان كذا احنا نجحت نعم حقيقه ايوه لكن ان شاء الله طيب انا هرجع اتكلم لسه عندنا محاور كثيره مع الضيوف داخل الاستوديو الشيخ ساتي والدكتور معاذ والاستاذ اسراء والاستاذ طارق كابيلو حنمشي فاصل مع بعض ونرجع لكم ان شاء الله مره ثانيه أهلا من جديد ومتواصلين معكم مشاهدين في كل مكان بصراحة أكثر وأكثر من زوجة أكثر من زوجة وتعدد الزوجات نقدر نقول وآراء مختلفة ما بين مؤيد ومعارض في حلقتنا دي ونحن نطرح الموضوع بكل حيادية طبعا للمشاهد الكريم وبيختار الخانة المناسبة له مش كده طيب دكتور معاذ في بعض الرجال ما عندهم الجرأة ذاته انه يمشي للزوجة الأولى عشان يقول لها والله أنا عايز أتزوج وكذا بيقوم بيخفي الموضوع ممكن يتزوج وممكن يموت كمان بعد كده تيجي تظهر له زوجته وشايله العيال في بيت البيكه كده يعني ممكن تحصل احيانا فالمراه افضل لها شنو؟ ان هي تكون عارفه وترتب اوضاع على الوضع ده والافضل لها هي تكون ما عارفه ذاته الحاصل شنو يعني هو انا بقول مبدا الزواج الاشهار يعني الزواج في السر ده ذاته هو مشكله في حد ذاته مش كده؟ حتى للرجل يعني هو ذاته بيبقى في حاله توتر من العرف ومن المعرف حياته ذاته ما بتكون فيها سعاده الانسان حياته في الامان انت لما تتزوج في السر دائما بتعيش التوقعات بعد ده
ده لكن كل حرص على الاولى مش كده؟ طيب ما انت ممكن بسهوله انت تمهد لها وتفهمها بمنطق براحه. يعني الاحسن هي تكون عارفه. الاحسن تكون على علم عشان تتفادى انت ذاتك قصه قبضوك وبلغوا عنك والخبر وصلنا في البيت وياك. كل يوم يجي داخل البيت قلبه مقطوع مش كذا؟ لانه نحن مع مجتمع سوداني معروف انه الاخبار يعني سهل انه الناس مترابطه. هاي تتناقل الاخبار ويصل الخبر لزوجتك، اي زول حضر عقدك ده ممكن يوصل الخبر لمرته ومرته تكلمها. أيوة. طيب من الافضل في ناس دي مهمتهم بتخصصوا في موضوعين. يعني من الافضل انك تعيش الامان تامن بيتك اولا، احنا ما قلنا الزواج اللي بيهدم ما دايرينه، لكن اذا يكون اضافه لها تهيئه وانت بعد ذاك تتزوج حتى لو هي كان شويه متضايقه من الفكره، لكن بعد ذاك الخبر من برا ما بيبقى لا شوك، ما بيبقى صدمه صحيح، وما بيبقى انت في صدام انه جابوا لي خبرك ولا سمعت خبر خاطئ. دي بتكون زعله براها، دي غير موضوع الزواج. هذه مشكله براها. نعم، ولو بقعد على حسب الاعراف يكون احسن، لانه العرف العرف اذا عندهم مثلا المره يشاوروها ويكلموها بكلمها، لا العرف ما بكلمها تضرب وتمشي، يضرب ويمشي. خيط الامر الواقع، خيط الامر، خيط الامر الواقع. وبعدين تكون راسه بالحيطه تزعل في اخصائيه، فينا في اخصائيه بتشكي لها وحالتها النفسيه. يعني يقعد مع الزوجه الاولى ولا يقعد يفتش في الاخصائيه؟ يجيبها عندي يا شيخ. انت رايك حتتفق مع دكتور معاذ يا شيخ ساتر؟ انا شايف انه نحن بنتكلم يعني بدون تصريح عن حالات قبيحه جدا في مساله التعدد. يعني مساله التعدد الان افرغت حتى الزواج من معناه ومن مضمونه ومن يعني قواعده الانسانيه والشرعيه. يعني زواج لسبب انا بالنسبه لي مرفوض. شنو يعني زواج لسبب؟ اذا انت عانس ولا ما تزوجتي ولا بتاع دارة تتزوجي زول عشان ما في حياه حقيقيه. الان في زيجات ما فيها حياه حقيقيه، في زواج وشرعي وبمازون واي حاجه، لكن ما فيه استقرار. أيوة. ولا فيه سكينه ولا فيه موده ولا فيه رحمه. ما المشكله ما بتطلب هي، ما هو جه طلب. ما اوكي انا شعرت به. طيب ليه؟ انا محتاج لزوج. طيب انا بعرف رجل. ما هو ده استغلال، استغلال لحق يا شيخ ساتر. تزوج 30 امراه؟ ما قدر يا شيخ ساتر. بيتزوج اللي عندها اعذار، يعني مثلا تكون واحده مشلوله، واحد يكون مثلا خرصه. معليش لا خلينا من الحالات الانسانيه دي. ايوه الحالات الانسانيه ما عندنا فيها مشكله. انا ما بتكلم عني يا مولانا، انت عارف يعني التعدد من مبدا انساني ما عندك مشكله. يعني ما مبدا انساني ما في مشكله، لكن ما خلاص ممكن نوعا ما تجلو. اذا ربنا يرحمه بها ويرحم بها زوجته واولاده يعني مصرح. هي ذاتها ما لازم تعترف. انا ما عايز انقل لك يا اخواننا. لا انا ما داري انتقل لك الصوره. انا قال لي درسوا انا داري اعترف. في ناس قاعد يتزوجوا، يتزوج المراه بالنهار يمشي بيتهم ولا متزوج ولا اي حاجه وبيدس وبغيره. وهي ذاتها ما شغاله بيه وله ذاته شغال بيها. نخط الامور في حقائقها. يعني ده افراغ للزواج من معناه ومن مضمونه ومن تشريعه الرباني. المهم انهم قاعدين في البيت وعيالهم فيه موجودين. ده الشكل المرفوض بشده. داك نحن نتكلم فيه بقواعده، بانه انا والله اكلم زوجتي وامشي واجيب مره ثانيه وهي تكون عارفه وكلام زي ده. ده موضوع ثاني مختلف. الان الظواهر والمتغيرات احدثت الظروف الحاليه دي اوجدت شكل مغلف بغلاف الزواج، مؤطر في اطار الزواج لكنه ما زواج. كلامك صحيح. ده الكلام الخطا وده اللي احنا بنرفضه يعني. صحيح. وبنرفض ونربأ حتى بيننا. لانه سكينه وموده ورحمه واشياء كثيره. وبيخدعوهم بيخدعوهم انه والله انا حاعمل لك وحاعمل لك. انا جاتني قضيه في المكتب، واحده تزوجت ادوها 1,000,000 جنيه. قال لا امشي اسسي. اجر لها شقه في واحده من الاحياء بتاعه الخرطوم. كويس؟ قعد معاها اسبوع. الاسبوع الثاني قال لها كذا امشي بيتكم لحد ما نرحل في بيت ثاني. لما رحلت مشت بيت ابوها رسل لها ورقتها 1,000,000 جنيه عشان يقعد معاها شهر. يعني يا تشرعي بيقبل يقبل كلام زي ده؟ ولا واحد يمكن يعمل كده. ما خلاص عادي يكون ما مرة. طيب ما خلاص ما احنا نتكلم عن دي بتغير. وهو لو مره واحده كان قاعد معاه ما بتحتاج تتكلم عنها. بيت صغيره وسمحه لو اول مره كان قاعد معاه، لكن لان المره الثانيه الغريزه اللي قالها دكتور معاذ هي اللي حركت الحاجه دي ودفع فيها ثمن بخس جدا. أيوه. يعني ده دي الحاجه اللي قالت بس ده مستعجله. ده عيب اخلاقي. منو اللي استعجله؟ الاثنين الاثنين استعجلوا. وقد تكون استعجلت من غير ما تفهم هذا الرجل يا شيخ. ما في الموضوع استعجال. الان في بعض الدول
اذا لا تزوج مره اولى او ثانيه او غيرها بيعملوا لك دراسه امتحان يدخلوك محل. انا قلت لك يدخلوك محل فورمات يعمل نعمل تحري يعمل محل عادي مش لا كده. انا عندي سؤال, هو الزواج ذاته يعني الزواج ذاته اذا كانت واحده ولا اثنين ولا اربعه احنا بنعتبر هسي المشاكل الموجوده عندنا في المجتمع السوداني, ما عشان احنا ما نتكلم ساكت يعني في المجتمع السوداني المشاكل الموجوده في الزواج ما هي اكثر انواع المشاكل بغض النظر عن واحده ولا اثنين ولا ثلاثه؟ لكن السبب شنو؟ لعدم معرفة موضوع الاسباب الزواج اللي قالوا الاسباب ايوه يبقى في النهايه في الدور المطلوب حقوقها مهضمه صح كده؟ صح في كثير من الزواج في تكوين الاسره هي حقوقها مهضمه من باب اولى انه لو جات فيها واحده ثانيه تستغني عنها زي ما قال لك ما هو كلام استاذ طارق حس انه الزواج اللي عنده قروش يعرس المده ما بس القروش ما بس القروش يعني التعامل اللي عنده قروش تحرس ايوه ده المبدا ايه مع الزواج ده انا يعني انا حسب التجارب البسيطه اللي انا مريت بها الزواج ده هنا عندنا نحن هنا مليان بمشاكل مبالغ فيها ما نقعد نحل الصورة انا ما حاول لكن الراجل بيعمل شنو يا استاذ الراجل بيعمل شنو بيخلي البيت بيخليه بمشاكله كلها وبيمشي يفتش على اساس انه حيلقى الراحه في مكان ثاني. ما هو ده الكلام اللي انا بقوله يعني انا بقول انا قبل لما قلت لك انا برفض فكره الزواج الا في حدود معينه والموضوع بالنسبه لي ما شخصي ليه لانه انا بالنسبه لي شايفه الزوجه الواحده اللي قاعد يحصل شنو في البيوت شايفه تربيه الاولاد شكلهم كيف شايفه عدم المسؤوليه من الازواج شايفه الوقت الجاري والشغل الدنيا للناس حتى الزوجات والله يا دكتور يعني مش الازواج زواج في أغلب. يعني في معاذ في زواج في اشتراط ما ننجب انا اعرسك وخلاص ما في ما تقولي لي انا ده غلط يلا طيب يلا نرجع تاني ده كله في اطار الزواج مفهوم الشراكه وكلام ايوه المفهوم الاساسي انا بحتبره في الموضوع كله انت عايز تتزوج ليه؟ ده السؤال من الاولى للرابعه انت داير تتزوج ليه؟ عندك هدف عايز يعني رزق وزياده عيال مرايزك عشان تحقق حاجه لنفسك ما عندك مشكله بروح الدوافع كبيره لقيت مره جميله عجبتني لا زوج مره ثانيه جميله عجبتني لا زوج مره ثالثه جميله عجبتني ما في اشكاليه شريعه اسلاميه ما لها الموضوع بس ما اذا الموضوع عشان كذا هي اقول انا الشريعه دي بالذات العدل انا شفت بس ما عندكش نص ما عندكش نص الشريعه دي بالذات هي العارفه ما دايره تحايل وما تخفي الصدور صحيح يعني عارفه نيتك يعني انت انا هسه اجي اقول لك والله انا داير اعمل وبتاع وبنوايا طيبه جدا وانا جواي ما داير نوايا طيبه داير البت السمحه اعرسها واسبوعين ثلاثة شهر بيجاي بيجاي اقول لا يا اخي هاك سجلت يعني لك حاجة يعني ما في نية استقرار ولا اديته قروش ومشت انا لكن ما الشريعة ما قالت لك اذا اعتاك من ترضى ونجيب وخلقه ما هي الشريعة ورتك ما قالت لك ما تستعجل كلام صح مسألة فيها مشورة مسألة فيها استخارة مسألة فيها تربية انت الشخص ذاته مش بيتعرف يتعرف الزوج مع الخطيب مع خطيبته يلاقيها في الواتساب يرسل لها رسائل ويمشوا بشارع النيل ويشوفوا البحر وده الموضوع خلاص بس يلا ده سؤال ده هل الزمن الفينا ده من ترضون هدونا وخلقا؟ يا اخي الواحد بيتزوج دينا وخلقا الوقت الراهن الوقت الراهن الزواج ما قاعد يتم كده يعني عشان نكون واقعيين لا والله 90% يزوج هذا الشرط الصحيح هذا الشرط الصحيح لكن بينتهي يعني احنا نكون واقعيين احنا في مجتمع جا زول عنده قروش جاب امه وجاب ابوه الموضوع انتهى بكره بيكتشفوه بياخذ مخدرات وبكره بيكتشفوه ان شغلته دي زادها فيها مشكله وبكره وده الشيء الصحيح هم بصراحه نحن دايرين نتكلم عن الحته دي نحن ما دايرين نقول الزواج التعدد ممنوع ما ممنوع وسيء ولا عايزين نقول اي زوج شنو مفهوم الزواج مفهوم الزواج الزواج يسمع كلامنا ده والله الليله الجماعه دي تمام طيب نحن لما بنتكلم يا جماعه عن الزواج الثاني بنتكلم عن زواج ثاني مستقر يعني ما النماذج اللي ذكرتها استاذ طارق يعني قصدي ان الزواج الثاني برضه فيه عيال وبيت واستقرار وكذا وكذا الزواج قصدي انه المستقر لكن أيوة. الان الناس بتتحايل بالزواج على فكره الزواج على فكره نفسه. الزواج بعدم طيب احنا معانا نموذج مثلا استاذ اسراء لو جات لو شاءت الظروف انت ما كنت متزوجه وجاكي رجل متزوج يعني اسامه او غيره يعني هو متزوج حتقبلي انك تكوني زوجه ثانيه؟ لا ما حقبل لا ما تقدر تعملين انا ما حقبل الهواء ما حقبل يا رشا انت يعني احنا نتناقش في الحياه دي يمكن ما حقبل لانه بالنسبه لي انا بكون شايفه نفسي اني اجحفها في حق اسره كثيره، انا بالنسبه لي مساله العدل العدلي ده ما بالسهوله اللي كانوا بيتكلموا عنها في حلمك الثانيه يعني ما بيفرق حتى لو الرابعه انا بالنسبه لي ما حاقبل مش عشان انا يا جماعه متزوجه ومستقره والحمد لله لا انا ما حاقبل وهسي انا الليله دي كانت عندي زوله بتخصني جاها زوج متزوج انا كنت واقفه في الموضوع انه مرفوض انه هي ترفض ايوه انه مرفوض ليه؟ لانه ما في حاجه اسمها راجل بعدل في الوقت الحالي احنا في 2017 هسه دي رجل بعدل دي يعني يمكن تكون نسبه بسيطه انا بس سالت الشيخ قلت له في رايك الناس اللي ممكن يكونوا بعدل شيوخ خلينا ناس قريبين من ربنا وده ما في ممكن يديك سبعه سبعه بسيطين شديد يا شيخ ما انا بتكلم عن النسبه الاكبر يا شيخ مع العشره طب انا
اذا كان عشرتهم وعادلين والحمد لله حياتهم ماشيه. طيب اذا كان الكلام ده ما موجود نقول نوجده. انا عايزك نقول نوجده كيف؟ نوجد في جيل الزمن ده، في اولاد الزمن ده، اولاد الزمن ده في اولاد ممتازين. في اولاد ممتازين شنو؟ يا ما انا قبل ما قلت شنو؟ قلت نسبه بسيطه. انا بفتكر انه هم صحيح بيتزوجوا الناس، انتوا هسه رجعتوا ثاني لمفهوم التربيه وسلوك الفرد وقيم واخلاقيات. يعني حسب كلام الاستاذ اسراء ده معناه في مشكله في الاخلاقيات والقيم ومفهوم الشراكه. نعم. ومفهوم الانتماء ومفهوم تكوين الاسره. الكلام ده بنكون احنا بنغش في بعض. ما يلا ده الكلام اللي نحن عبر الحلقات في برامج كثيره دائما قاعدين نكرر يعني قاعدين نقوله دائما انه في مشكله يفترض تعالج. المساله ما في الزواج لو بقى مع الاولى ولا مع الثالثه. صحيح. يعني الاولى ذاتها هل كل اللي عايشين بزوجه واحده هم سعداء يعني مستقرين؟ ما هذه مشاكل بيجيك في العيادات كثيره جدا لانه ما في زول فاهم ما هي العلاقات. صحيح. ونوع العلاقات. مش كده؟ لما قال اذا جاكم من ترتضون دينه وخلقه الاخلاق والقيم والادب والسلوك. نحن لما نقول الاخلاق بيفتكروا الزول المؤدب ده بس ما بيشرب خمر يعني ابدا ما بس كده. معامله وسلوك ايوه فيها مفاهيم كثيره يقول لك ما بيشرب خلاص زول كويس. المساله ما دي هاي مفهومه للاخر احترامه للاخر مفهوم الشراكه مش كده؟ مفهوم الانتماء للبيت. صح؟ صحيح. الاشياء دي كلها على الرجل مش كده؟ القلب منه على الرجل ما ممكن على الزوجة على ممكن تكون يعني. هو الرجل هو عمود المنزل الاول مش كده؟ وهو بعد كده بيجي يقرر انه عايز يتزوج مره ثانيه وهو العلوي انه لازم. عشان كده نحن الرجل ده ذاته بنقول حسن الاختيار. الزوجه ذاتها ما مطالبه يختار بمواصفات هي ذاتها ممكن تكون مصدر دمار. اكيد زي ما قال لك هي كيف تكون مصدر تاروة. كيف مصدر دمار؟ إذا هي ذاتها ما بتعرف معنى الشراكة، هي ذاتها ما بتعرف معنى القيم واحترام الآخر. صحيح. ما مشكلة كبيرة. وفي يعني ممكن تكون سبب في إنها تخلي ممكن زوجي هو يفتش على زوجة ثانية. نعم ممكن. وفي زوجات ممكن تخليها تشوف البيوت قد تكون يعني معروفة يعني. ذاتها يعني. أيوه. قد تكون هي ما عارفة نفسها إنها ما شعرة ما شعرة إنه زوجها ده هي الدافعة لإنه يتزوج مرة ثانية. كيف يعني بإنها تسير المشاكل مثلا أو هي ما حاسة بعيوبها. ما في في الأخلاق السلوكية. يلا بس معلش يا جماعة في النقطة دي بالتحديد، هل الزواج من اخرى بيكون حل لمشاكلك الزوجيه الاولى؟ ابدا لانه مستحيل. ما دقيقه ليه؟ الكلام لانه اذا هو عجز ان 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 يصارح زوجته بمشاكلها وبعيوبها اللي هو ما قابلها تطلق من باب اولى انه في الثاني يعني لو حتى لو صارحها. طيب لو صارحها لو صارحها والامور ما استوت خلاص اذا هي اذا هي اقرت بانه والله هي عندها عيوب تستوجب لو ما غر لو ما قرات ما خلاص انا صرحت لها خلاص طبيعه شخصيتها انا ما قلت لها معناتها دستوره يعني افضل يسيبها ولا افضل يتزوج عليها؟ لا افضل يسيبها عارفه ليه يا رجل؟ لان الزوجه الاولى ممكن تاثر في الزوجه الثانيه. هي بتقول احسن يسيبها احسن يسيبها ولا احسن يتزوج فيها وهي تكون موجوده في قيمتها؟ خلينا نتفق. انا بتكلم عن 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 اتفاق بيني وبينها. ما انا وانت متزوجين نقول اي كلام بنقوله. انت عيوبك شنو؟ قولي لي انا عيوبي شنو؟ ما قاعد يحصل الكلام ده. لو بتتحاور وبتتكلم ولو الناس دي شنو؟ الناس ما هي دي المشكله يا استاذ طارق انه نحن في الزواج هدى الزواج ما عندنا ثقافه انه نعرف نحل مشاكل. ايوه احنا ما بنعرف نحل مشاكل في مكتب يعني عشان انا احس منك وانت تحس مني. نحن ازواج نحن انت عارف عيوبي شنو وانا اعرف عيوبك شنو نصارح فيها. طيب ونعالج ما نعالج الزواج الناجح اللي انت بتتكلم عنه في عمر معين طبعا. في عمر زواج معين الزوجه بتصل مرحله بتسوق راجل بتقول له امشي خلاص اتزوج لو عايز او هسه تزعلي السؤال ده انا ولا لا انا ما جاي ولا تزعلوا لي اروح كل ان شاء الله وساماتكم الاثنين اسامه واسامه اسمع كيف ذاك الجيل مختلف قالت انا اسامه حق كده مستحيل ليه انا بشوف انه بعد 25 30 سنه كده الفكره تكون زي ما هي خمس سنوات الاولى يعني اقول لك يا زول اقول لك حاجه العفو لله ما قنعت يعني خلاص هي غير شيء ثاني طبعا كل ما كان اقرب كل ما كان احسن الاولاد اقرب شنو؟ الاعمار قريبه بعض يعني كل ما تزوج بدري تزوج بشبابه بيقنع المرة بدري شنو؟ ما بتكلم لازم يقنع بنتكلم عن المرة تقول لك يا اخي تعال الله بصراحه بدري يقنع هو حقيقه لابد المساله يكون فيها دراسه مستفيضه ولابد يكون فيها ثقافه عامه ولابد يكون فيها توعيه كبيره. نحن الان الزواج عندنا مساله بتاعت عرف كده البهم حتى الاول مش يتزوج بس دار الزواج لانه الناس خلاص سألوا الناس بقوا مرتاح وخلاص وانت ما تزوجتي وانت بعد ذاك اول ما يتزوج ما بقيوا ثلاثه صح بس اذا خايف بيكون بعد بس يا ودار الحقيقه انه لابد الناس يفهموا انه الزواج ده زي ما قلت ذكرت قبل قد يكون حرام عليهم صح واحد الاولى عشان كده قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج نعم ومن لم يستطع قال فعليه بالصوم عليه بالصوم هذه الاستطاعة دي مسائل كبيرة والباء اللي ذاته دخل شنو الباء يعني الباء هنا الصحة
الصحه ولا القروش ولا الامكانيات كلها المتاح كلها ما هو الزواج. طيب يا شيخ ساتي نحن يعني ماشيين ما عنده قروش بتكون يعني صاد الليله يعني انا ما في لنا للثاني ساعه نحن للهواء. شيخ ساتي يعني في زي روشته كده في الاخير اي شخص بيتابعنا اذا هو معدد في الزوجات او عنده النيه ذات لقدام عشان يكون في عدل يعني انت روشته النصيحه بتقول شو؟ اول اللي بقول الناس ما يستعجلوا في موضوع التعدد وحتى الزواج ما يستعجلوا فيه، لكن بالنسبه له داري يتزوج وداري يعدد لابد يعرف الحقوق المطلوب من الزوجتين. يعني حقوق المبيت، حقوق الصرف، حقوق الاحترام، يعني يحترم الاولى يحترم الثانيه وما يذكر الاولى عند الثانيه لا بخير لا بشر، ولا الثانيه عند الاولى. نعم، ما يذكر واحده عندهم لا بخير لا بشر. يعني ما يمشي يقول والله البارح تعشيت عندها وكان عندها فول كارب، لا اسكتي خليها. دي مهمه حقيقه حقيقه هي. أيوة. حقيقة بتصير الغيره كده عند الزوجات. بس يتكلم ولا حتى من باب الهزار طبعا يتكلم معها في حدودها، يتكلم معها في حدودها هي. وده تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وتعلموه حتى قبل كل الفقهاء يتكلموا بهذه المساله. وكانت حتى وصاياهم للنساء بهذه المساله، واحد يتزوج مره 20 سنه قال ما حصل بينه وبينه مشكله الا مره واحده قالوا انا الغلطان معترف، لكن من البدايه قعدوا مع بعض والموضوع لازم يقوم عليه مشوره ولازم يقوم عليه حوار وحوار جاد. يعني حتى قبل ما يتزوجوا ممكن يكون بيناتهم في حوار. ايوه وحوار هادف ما يكون شنو زي ما قلنا بعيدين. أيوة. ممكن يقعدوا مع بعض ويتناقشوا مواضيعهم ويصلوا فيها النتيجه كل نتيجه مرضيه. يبعد عن الظلم، يبعد عن الهوى. دار الزواج زي ما قلنا قبل شوي ما يتزوج عشان انتقام او دار الزواج لانه عندي مشكله. لا، ولا المراه يدقها يا اخوتها ولا الحقيقه دي من الاخطاء الاجتماعيه الحاصله الثقافه الاجتماعيه. اي نعم، يعني يدقوها لي كلمه يدقوها لي لا يعني يجيبوا فيها ما لا ما يحصل. وهي تزوجها هي رغبه فيها، كان شهوه، كان عجبه جماله، كان عجبه ماله، كان عجبه دينه، المهم هو ما في شيء في نفسه هو. كذلك بقول ما يمشي يتكلم عنها بعيوبها. يعني الناس جاهم واحد قال لهم الله يا جماعه فلانه زوجتي فيها كيت وكيت 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 ما يدوم. ايوه ده معناه ذاته بيتهم حيطلع كلام فيها كده. لو قال يا جماعه هذا زواج بس سنه ده طوالي بدون ما يتكلم عن الزوجه الاولى عيوبه ولا حسناته ولا يكون صادق. هو لازم يكون صادق. أيوة. ويكون بعد ذاك عنده القدره الجسديه وعنده القدره الماليه في انه يقدر ينفق بين النساء. دي مسائل ان شاء الله. ده ملخص الحلقه كله كان عندك انت. يعني اديتنا الملخص كده وختمت لنا الحلقه. نحن نشكرك جدا لوجودك معنا شيخ ساتي صديق محمد التوم. نشكرك كمان دكتور معاذ شرفي، اسراء شبيكه شكرا لك، واستاذ طارق كبلو شكرا لكم كثير، شرفتونا اليوم برنامج بصراحه اكثر. دايما احنا بنهدف لانه نتناول كل الموضوعات بشفافيه وكلكم قلتوا اراءكم بكل شفافيه، وكل شخص مننا بيتكلم بلسان حال اي فرد واي اسره بتتابعنا داخل السودان وخارج السودان. باذن الله الخميس القادم 11 تماما على قناه الشروق حلقه جديده من برنامج بصراحه اكثر. لحد ما الاقيكم في امان الله.